السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي. For the second time, I'm so glad to see you again at the second part of unit 4. سعيد أن أقابلكم المرة الثانية في الوحدة الرابعة أو الجزء الثاني من الوحدة الرابعة، طلاب الصف الأول الثانوي. تكملة للجزء اللي فات هنبدأ نتابع شباب على اليونت 4. الجزء اللي احنا يخصنا النهاردة هو الارتكلز الاي والان والذا، واضح قدامكم على الشاشة. نبدأ نفكر بعض كده مع بعض. احنا عندنا هنا حرف الاي والان، ايه ده؟ طيب ايه هي الاي والان؟ ادوات نكرة. الاي والان ذا ادوات التعريف، اداة التعريف زي اللي عندنا في العربي. في اللغة العربية مثلا يقول لك هنا book كتاب. طيب أقول لك هنا الكتاب اللي هو the book الكتاب. يبقى كلمة ذا هي أداة تعريف بمعنى الكتاب. قلم، القلم ده أداة تعريف كلمة ذا اللي هي الألف واللام في اللغة العربية، في الإنجليش ذا. طيب بالنسبة للإنجليش في إيه كمان؟ قال لك في إيه وأن أدوات نكرة. مثلا for example، مثال أقول لك هنا I'm a teacher، أنا مدرس هنا. I had a book، كان معايا كتاب. And I gave it to a friend، to مثلا هنا to a student، اديته لطالب. قلت له هنا keep it with you، خليه معاك. I'll come back again and take it، هاجي واخد الكتاب ده كده خليه معاك. جيت بعد كده مثلا هنا بعد حصة 2 3 فبقول له هنا مثلا يا عمر give me a book، اديني كتاب. يبقى هنا he will give me any book، كتاب ايه؟ جيوغرافي، ماس، ساينس، كيمستري، فيزيكس، اي كتاب مش هتفرق. انما لو قلت له هنا جاف مي ذا بوك يعني اديني الكتاب، يبقى الالف واللام، يبقى الكتاب محدد بذاته اللي انا اديته لك يا عمرو. تمام؟ يبقى انا عندي اي وان ادوات نكره، تمام، لحالهم، كلمه ذا لحالها. فهنبدا بكلمه الاي والان. أي والآن أدوات نكرة تأتي قبل الاسم المفرد، قبل الاسم المفرد، singular noun، اسم مفرد فقط، just singular، مفرد فقط. يعني مثلا يقول لك هنا مثلا a book، a pen، a chair، a desk، a teacher، a boy، a girl، an apple، an orange، an old man، an eye، an umbrella. إيه ده؟ طب إيه الديفرنس؟ إيه الفرق؟ قال لك الفرق بسيط جدا. الاي والان بيجوا قبل السنجلر ناون، اسم المفرد، ولكن الديفرنس ان الاي قبل الاسم المفرد اللي ماله، اللي بيبدا which begins with the consonant letter، اللي بيبدا بحرف consonant ساكن. انما الكلمه ان او الارتكل ان بتاتي قبل السنجلر ناون، اسم المفرد، which begins with a vowel، اللي بيبدا بحرف vowel متحرك. تاني، الاي قبل المفرد اللي بيبدا بحرف consonant ساكن، ان قبل المفرد which begins with the consonant اللي بيبدا بحرف vowel متحرك. تمام؟ هيجي طالب hey مستر I have a question، في سؤال. hey what's your question، سؤالك ايه؟ يقول لي هنا ايه هي الحروف الفاولز وايه هي الحروف الكونسونانتس، يعني ايه حرف متحرك ويعني ايه حرف ساكن. متحرك لما تقول لي هنا مثلا ايه، شوف هنا اقول لك هنا مثلا an old man، ان الكلمه اللي بعدها بدات ب او اولد، الاو حرف هاول صح. ان ابل، ان ابل، اي ابل، اي ده حرف هاول متحرك. ان اج بيضه، اج، اي فاول متحرك. ايه ده؟ يبقى الحروف الفاولز المتحركه كلها اللي هي ايه؟ الاي والاي والاي والاو واليو، دي حروف فاولز متحركة. إذا كان الاسم سينجلر مفرد وبدأ بحرف فاول أحط قبله ان. لو كان الاسم ده سينجلر مفرد وبدأ بحرف كونسوننت ساكن، ال 21 حرف الباقيين كلهم أحط قبله اي، يعني زي هنا a book، a desk، a chair، a lamp، مثلا a carpet، a bed، مثلا a table، a desk، كل دي حروف ايه؟ كونسوننتس، فأحط قبلها الاي. ده الفرق بس. اي قبل الاسم المفرد بيبدا بحرف كونسوننت ساكن، ان قبل الاسم المفرد بيبدا بحرف فاول متحرك، وكفى. كويس قوي. طيب ده بالنسبه للاي والان. كويس.
ممكن ان انا احول الناون الاسم ده لبلورال لجمع. ان انا هروح اعمل ايه؟ هحذف الاي والان واضيف اس. يعني مثلا يقول لك هنا a pen make it plural اجمعه، فهتقول لي pens, a chair, chairs, a desk, desks, a lamp, lamps, an apple, apples, an orange, oranges, an old man, old men، لان ده جمع شاذ. فبالتالي ما اقولش هنا ما اجمعش في old واقول olds، لا old men جمع في الناون في الاسم. تمام؟ يبقى في حالة الجمع بحذف الـ A والـ N واضيف S في الآخر. لو كان irregular غير منتظم زي man تبقى من old man. تمام؟ كويس أوي. خلصنا من الـ A والـ N، أمر بسيط وسهل. ندخل على ذا. طيب نظام الذا ده إيه؟ معلش عشان أشوف هنا. عندي هنا عندك لاحظ على الشاشة عندك هنا a book, a car, a man, a child، اهي حطيت الاي. يونيفورم هنا يونت، الباقي ده بنفس الشكل بدا بحرف فاول. تمام، زي ما احنا قلنا الاجزاء دي كده. طيب في عندك هنا الاي، قال لك هنا بتستخدم للتعبير عن الحديث عن وظيفه والكلام ده كده، والاشياء دي دي مجرد استخدامات للاي. مثلا a nurse، هنا an engineer، a doctor، استخدامها بسيط قبل ايه والجوبس الوظائف مع بعض الاكسبريشنز تعبيرات، زي كلمة هنا 100، زي هنا 100 اللي هو 100، couple 1000، couple هنا a dozen. تمام، في بعض تعبيرات الثمن والسرعة والكلام، زي مثلا اقول لك an hour، 2 pounds، a kilo. اوكي، كل دي حاجات سيمبل بسيطة قوي. برضو في حاجات الجمل التعجبية، what a clever boy، يا له من ولد clever شاطر، كل دي حاجات سيمبل جدا. ندخل على الإباء، الأسد، ذا. كلمة ذا مالها؟ ذا دي هنا أداة تعريف مهمة جدا جدا جدا، لازم تعرفها وتفهمها كويس، لأن دي اللي بيجي عليها الكويستشنز، الأسئلة كتير لو جات لي في التشايس لازم أبقى مركز عليها قوي. تمام، كلمة ذا قلنا أداة تعريف، تأتي قبل إيه؟ بلورال الجمع. جمع زي ايه؟ مثلا هنا a book، الجمع box، the box، an apple، الجمع بتاعها apples، the apples. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني انا عندي هنا كلمة ذا تأتي قبل البلورال الجمع. سواء كان ايه؟ سواء كان بيبدأ بحرف vowel متحرك او حرف consonant ساكن، سواء كده او كده مفيش difference، مفيش فرق. كويس تمام، يبقى ذا قبل الاسم الايه؟ البلورال اسم الجمع. طب جاء واحد قال لي ايه ده مستر؟ لا انا بعترض، ايه ده في ايه؟ قال لي ما هي الكلمه ده تاتي قبل المفرد. اقول له والله انت صح، ربنا يبارك فيك، ممتاز، اكسلنت. تمام، ايه ده يعني البعض؟ طب يا مستر هي قبل الجمع ولا المفرد؟ اقول له هي اساسا قبل الجمع، ولكن تاتي قبل بعض المفرد. بعض المفرد ايه ده؟ زي ايه؟ قال لك بعض المفرد زي ايه؟ زي هنا اول حاجه هنا، اذا كان الشيء ده هنا يونيك سينجلر. يعني ايه يونيك سينجلر؟ اسم مفرد فريد من نوعه، زي the sun شمس، the sky سماء، the earth الارض، the world العالم، the countryside the moon القمر، the countryside، countryside اللي هو ال the countryside اللي هو الريف، منطقة ريفية اللي هي المجاورة، مش الفيلج اللي هي القرية، لا المنطقة الريفية المجاورة للمدن اللي هي مناطق اللي زي يقول لك الريف الانجليزي، ده اسمه ال countryside. تمام، كويس قوي. يبقى قبل الايه؟ اللي هو اليونيك سينجلر، الاسم الفريد من نوعه. تمام، الاسم الفريد من نوع، دي اول حاجة. تاني حاجة ايه؟ قال لك هنا قبل الايه؟ the noun which mentioned before، الاسم المذكور سابقا. الاسم المذكور سابقا يعني ايه؟ المفرد المذكور سابقا يعني مثلا يقول لك هنا I bought a pen، انا اشتريت قلم. شوف هنا I bought a pen، a pen، a pen، قلم. تمام، طيب لما اجي اتكلم عليه مره تانية فاقول لك the pen was very nice، القلم كان لطيف جدا. ايه ده؟ شفت هنا I mentioned for the second time so I said the pen not a pen. طيب another example، مثال تاني اقول لك I met a man yesterday، قابلت رجل بالامس.
طب ما اجي اذكر تاني فاقول لك the man was clever، الراجل ده كان شاطر. ايه ده شفت هنا؟ يبقى انا لما اذكر الناون الاسم for the second time للمره الثانيه ما خلوش نكره، لا اخليه معرفه مسبق بكلمه ذا، يبقى ذا تاتي قبل الناون الاسم which mentioned before اللي ذكر سابقا، او اليونيك سينجلر الاسماء المفرده الفريده من نوعها، الفريده من نوعها زي الارض الشمس السماء ال- 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 القمر الحاجات دي كده. كمان ايه واضح قدامنا قبل الصفات التفضيل اللي هو السوبرلاتيف، اسلوب التفضيل. اسلوب التفضيل ازاي؟ احنا عندنا في حاجه اسمها الكومباريتيف والسوبرلاتيف اللي هي المقارنات، في مقارنه بين اتنين وفي مقارنه بين اكتر من اتنين او اسلوب تفضيل. مقارنه بين اتنين اما اقول لك مثلا احمد is clever than محمد، احمد اشطر من محمد، تمام كويس، ده هنا مقارنه بين اتنين. طيب اكتشفت ان احمد اشطر من محمد، من سمير، من كمال، من محمود، من سعود، من فهد، من احمد، من علي، من اكتشفت I discovered or I realized that، اكتشفت ان احمد is the cleverest one، احمد is the tallest one، احمد is the مثلا ايه the كذا، ايه ده the كذا زي ايه مثلا هنا the cleverest the tallest the shortest، ايه ده ده هنا ايه اللي حصل؟ ضفت للصفة EST ليه؟ لان ده اسمه اسلوب التفضيل superlative. سوبرلاتيف ان انا بجيب الادجكتيف الصفه مضاف لها اي اس تي ومسبقه بكلمه ذا، مسبقه بكلمه ذا، ده ثالث شيء. يبقى ثالث حاجه معانا تسبق بكلمه ذا، اول حاجه الاسم المذكور سابقا، ثاني حاجه الاسم اللي هو اليونيك سينجلر الاسم الفريد من نوعه، ثالث حاجه اسلوب السوبرلاتيف او اسلوب التفضيل. تمام كويس قوي. طيب في عندي هنا قالك قبل كلمات معينة لو جاء قبلها، زي مثلا يقولك هنا go to the post office، go to the shops والحاجات دي كده، تمام؟ قبل أدوات الموسيقية زي هنا إيه play the piano، يعزف على البيانو، the guitar، الكلام ده، تمام؟ كمان قبل إيه؟ قبل اللي أنت هنا when you want to express about a group، لما تحب تعبر عن group مجموعة لازم تسبق بكلمة ذا. ازاي؟ يعني مثلا هنا يقول لك I like the poor، انا بحب الفقراء. مثلا ايه I like the young، بحب ال young. I like the rich، I hate the rich. I hate the young، I hate the poor. I hate the snake، I hate the mouse. I hate the dog. ايه ده؟ لما تقول هنا I hate the snake، انا بكره تعبان، لا التعابين كلها في كل مكان، لان انت عبرت هنا express about a group، عبرت عن مجموع عن مجموعه. ما تقوليش هنا I hate مثلا the poor of the wretches، لا ما ينفعش. The dogs ما ينفعش، انت هنا I hate the dog، معنى الجمله اكره the dog، الكلاب في كل مكان all over the world. تمام ده كده بالنسبه للجزئيه دي كده. يأتي قبل إيه تاني؟ قال لك مع هنا مع some states some nations، بعض الدول، بعض الدول، بعض الدول إزاي؟ مش كل الدول. زي إيه؟ قال لك الإمارات والممالك، إمارة أو مملكة أو مجموعة دول متحدة، ده بتاخد كلمة ذا. زي هنا the kingdom of Saudi Arabia، المملكة العربية السعودية، the United Arab of Emirates، الإمارات العربية المتحدة، مثلا زي هنا United States of America، the United States of America، ذا إيه ده؟ وكلمة سدن تاخد ذا سدن، United Kingdom، المملكة المتحدة اللي هي إنجلترا، تمام؟ يبقى الإمارات والممالك تأخذ كلمة ذا بس، وكلمة سدن لأن بنقول آل السودان ذا سدن كده. الجزء قبل الأخير. طب الأخير قبل إيه؟ قبل البحار، أنهار، محيطات، كتب مقدسة زي الهالي قرآن، the holy Quran، the river Nile، نهر النيل، the Red Sea، البحر الأحمر، the Mediterranean Sea، البحر المتوسط، the Pacific Ocean، محيط الهادي، the Atlantic Ocean، محيط الأطلنطي، كل ده خد كلمة ذا. بحر، أنهار، محيطات، كتب مقدسة، خدت كلمة ذا. تمام؟ تمام كويس أوي. دي الأشياء التي تأتي معها كلمة ذا اللي هي السينجلر المفرد اللي بياخد ذا. نقولهم تاني بسرعة. أول حاجة قلنا هنا اللي هي الإيه؟
الجزئيات الاسم المذكور سابقا اللي انا ذكرته قبل كده كويس قوي. تاني حاجة الفريد من نوعه، زي مثلا السماء الارض الشمس the sky the moon the earth الحاجات دي كده، قبل السوبرلاتيف التفضيل the biggest the tallest the shortest the hottest the coldest، تمام. قبل كمان الحاجات معينة زي مثلا أفعال معينة زي مثلا the post office the shops الأماكن دي كده، قبل آلات الموسيقية زي مثلا أقول لك I play the piano the guitar، قبل الصفة لما أتكلم أستخدمها للتعبير عن جروب مجموعة، أتكلم عن جروب مجموعة فأقول لك the poor the rich the snake اللي هو التعبين الأغنياء الفقراء كده، تمام. قبل ايه تاني؟ قال لك هنا قبل بعض الدول زي مثلا قلنا هنا الامارات والممالك، زي مثلا the kingdom of Saudi Arabia United States of Emirates United States of America United Arab of Emirates، معلش كل دي هنا تاخد ايه؟ تاخد كلمة ذا وكلمة سدن، نقول هنا ذا سدن، تمام. قبل البحار والأنهار والمحيطات والكتب المقدسة ذات سي البحر الأحمر ده القرآن القرآن الكريم، تمام. ده الأماكن والأشياء المفردة اللي بيأتي قبلها كلمة ذا. طيب كويس كويس، جامع دين قال لك لاحظ كلمة ذا ممنوع وضعها قبل، يا هي ممنوع كلمة ذا قبل حاجات. تخيل هنا اهي توضع قبل ايه؟ قال لك هنا قبل ايه؟ اغلب الدول. اول حاجة امشي بالترتيب عشان تبقى متابع معايا، اللي هي الاسم الجمع نفسه عندك هنا، زي مثلا يقول لك هنا ايه، لاحظ هنا قبل اسماء الجمع زي ايه people و food و jobs مش عارف ايه، هنا عندك هنا women تمام، نساء ما قالت ده women scientists العلماء، تمام. مع الأسماء اللي ما بتتعدش زي مثلا هنا language وfood وsports والكلام ده، تمام. طيب يهمني كلمة ده لا توضع قبل إيه؟ قبل أغلب البلدان. أغلب البلدان زي مثلا يقول لك هنا إيه Egypt إيراك إيران الجارية تناجع الأماكن الدول دي هنا سوريا، ما تاخدش ده I go to Egypt، أنا بروح لمصر I got Syria. Okay, I traveled to مثلا هنا مثلا Iraq. ما بتاخدش ده. أغلب الدول لا تأخذ كلمة ذا. تمام؟ ده أهم شيء. كمان قبل إيه تاني؟ قبل الأشياء المحددة لغرض معين. حاجات محددة لغرض معين. يعني إيه؟ أنا الشيء ده اتبنى لغرض معروف. مش محتاج تعريف. زي إيه مثلا hospital مستشفى. I go to hospital. Mosque المسجد. School المدرسة. Prison السجن. University الجامعة. ما تاخدش ده. Church الكنيسة. ما تاخدش كلمة ده لأنها معرفة للغرض كذا. فلا داعي لأن أنا أذكر كلمة ده قبلها. تمام؟ I got school. وإحنا دائما كطلبة كنا بنقول I got school. I got hospital. I got mosque. ما عمري ما قلت كلمة ده. طب ليه؟ ما عرفش. طب ايه السبب؟ ما اعرفش، انا بقول لك كده، احنا دايما سمعناها كده. والبعض تلاقي بعض الاشياء من الطلبه الاشخاص الطلبه يقول لك هي لايقه كده، هي ماشيه بالشكل ده. طب ليه؟ ما اعرفش والله، بس هي ماشيه كده، هو حفظها بالشكل ده وتيقن او الامر تركب في دماغه بان هو كده الشكل صحيح، تيقن من الامر ده الصح. ايه السبب؟ ما اعرفش. هي الأماكن مخصصة لغرض معين ما ينفعش أحط قدامها كلمة ذا، تمام؟ ده هنا يمنع وضع كلمة ذا قبل الأشياء دي كده، تمام؟ طيب هنا لا تستخدم قبل كلمة هوم. إحنا دايما بنقول هنا I go home I go home، لكن عمري ما قلت هنا I go to the home. ما ينفعش. ليه؟ هوم لا تأخذ ذا. إيه ده؟ طب واحد قال لي استنى مستر، سؤال، أنا ممكن أقول I got to the house. أقول والله أنت صح. You are right. أنت صح. إيه ده؟ طب ما هي home بيت و house منزل. إيه الـ difference؟ قال لك لا، لا، في فرق بين الكتير في الجرامر
وفي كمان في المينينج في المعنى. كلمة هوم لها معنى اللي هي بتيجي بمعنى الايه البيت، البيت where you live and your family، البيت اللي انت بتعيش فيه وعيلتك. يعني مثلا تقول لك that's our home، ده البيت بتاعنا، اللي هو ممكن يكون ايه الشقة الكذا البيت العادي انت والعيلة، ده اسمه هوم، بيت على بعضه ده كده اسمه هوم. كمان بتطلق على your nation، your country، بلدك، دولتك. يقول لك هنا Egypt is my country، Egypt is my home، هي وطني. يبقى كلمة هوم على البيت اللي بتعيش فيه انت والعيلة، على كمان الوطن او الدولة بتاعتك. كمان هنا ده بالنسبة لهوم. طب كلمة هاوس، لا هاوس دي هنا بتيجي على ايه، على اللي هو يعني ما يقصدش بيها البيت اللي بتعيش فيه، لا ده مكان مستأجر، مش البيت اللي بتعيش فيه بيت العيلة، لا مكان مستأجر زي شقة غيره ده هاوس. كمان على مكان العمل برضو هاوس، تمام. ده في المينينج. في الجرامر كلمة هوم ما تاخدش ده I go home بس، ولا تاخد تو حتى، كلمة ذا لا تسبق بكلمة تو وكلمة ذا I go to the house، تمام. يبقى قبل كلمة هوم. قال لك هنا زي مثلا عندك هنا هي كلايم ماونت ايفرست عشان هنا معرفة، والكلام الباقي ده وليك فيكتوريا والكلام ده. انا كل يهمني كلمة هوم، لا تأخذ كلمة ذا، تمام. كده خلصنا امورنا البسيطة في يونت 4 الوحدة الرابعة. اتمنى تكونوا فهمتوها بشكل بسيط وسهل. اتمنى ان انتوا تتابعوني، ما تحرمونيش من اللايك والشير، ما تحرمونيش من انك تبلغ زمايلك، من شرفني باشتراكك بالقناه، تبلغ زمايلك باشتراككم عشان يدينا دفع بان احنا نشتغل اكتر ونحاول نتطور ونحاول ان احنا نبذل قصارى جهدنا عشان ايه نرضيكم بعد رضا المولى عز وجل ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويوفقكم. كان معكم الاستاذ عزت فوزي، قناه بوابه الثانويه العامه. وعلى فكره نفس القناه ليها صفحه على الفيس بوك اسمها برضو بوابه الثانويه العامه، تمام. يا ريت تشرف لي بالاشتراك في الصفحه، ربنا يوفقكم. ومرتبط معلش برضو بيها قناه ليتس ليرن انجلش برضو، دي خاصه بالكورسز، بالكورسات الانجليش اللي هي هاو تو سبيك انجلش ويل اند فلوينتلي، ازاي تتكلم الانجليش بشكل بسيط طلق بطلاقة، ازاي تتكلم الانجليش. ده كورس انجليش ملوش دعوة بالمناهج تماما، خاص بتدريس بقواعد الانجليش، بكورس انجليش في كل شيء لأي شخص. ربنا يوفقكم ويبارك فيكم. ما تنسوش ان شاء الله احنا ناس شرفتنا اليوم في البث المباشر لكورس الانجليش، عرضناه اليوم الساعة 8 بتوقيت مصر. أتمنى المرة الجاية يكون العدد أكتر كتير، تشرفونا وتبلغوا زمايلكم. المرة الجاية إن شاء الله غالبا هتبقى، وهنزل بيها بوست إعلان كده إن شاء الله، هتبقى يوم الأربع بإذن الله الساعة 8 برضو مساء بإذن الله. ربنا يبارك فيكم ويوفقكم. كان معكم الأستاذ عزت فوزي، قناة بوابة الثانوية العامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.